مشاهدي صوت عبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة سليمان. حلقة أخرى، حلقة جديدة مع الداعية السيد الوحيدي. اليوم غادي نتكلموا حول فضائل شهر الرحمة، باش نعرفوا ما هو هذا الشهر وما هي الإشراقات حول هذا الشهر المبارك. اليوم معنا السيد الوحيدي اللي غادي يقربنا حول هذا الشهر المبارك. السيد الوحيدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم تنشوفوا هذا الشهر الكريم، شهر الرحمة، اللي الحمد لله الله سبحانه وتعالى نعم علينا بزاف ديال الخيرات. كنشوفوا هاد السنة الاستثنائية، نزول الأمطار الحمد لله الخيرات تبارك الله. كنشوفوا أمور اللي الحمد لله كل واحد مرتاح في هذا الشهر المبارك. بغيناك تقربنا حول هذا الشهر ديال الرحمة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرة أخرى الشكر موصول إليكم خويا حسان ولمنبركم من هذا الموقر. فتجليات رحمة الله عز وجل يعني عديدة وكثيرة جدا، تكاد لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فرحمة الله عز وجل هذا الشهر هو رحم الله به عز وجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لقد خلق الله الخلق وفضل بعضهم على بعض، خلق الله عز وجل الأمم 70 أمة، ما صامت أمة من الأمم رمضان، كانوا يصومون. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كانوا الناس يصومون لكن لم تصم ولم يثبت أن أمة قد صامت رمضان إلا هذه الأمة التي كرمها الله عز وجل ورحمها بهذا الشهر العظيم. وخلق الله عز وجل قلت الأمم 70 أمة، فجعل أمة محمد أفضل الأمم، وشهد لها سبحانه وتعالى بنفسه، فقال في قرآنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه رحمة عظيمة من الله ومنة كريمة وجليلة من الله. خلق الله عز وجل الخلق وفضل الأنبياء والرسل على خلقه، ثم فضل الرسل على كل خلقه، ثم اصطفى من الرسل الخمسة أولي العزم، اصطفى الخمسة أولي العزم من الرسل، اصطفى إبراهيم ونوحا وموسى وعيسى ومحمدا عليه الصلاة والسلام، اصطفاهم عن الخلق. ثم اصطفى من الخمسة الخليلين الكريمين الحبيبين، اختار واصطفى محمدا وإبراهيم، ثم جعل محمدا خير نبي وخير مخلوق على وجه الأرض. ثم أنزل الله الكتب وجعل القرآن العظيم أفضلها وأصدقها، وتكفل سبحانه وتعالى هو بذاته بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وخلق الله عز وجل الأشهر 12 شهرا، ثم جعل رمضان أفضل الشهور وعلى رأسها هذا الشهر الكريم. فضل كله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل شهر وخير النبي و أصدق كتاب، يعني الخيرات كلها جمعت في هذه الأمة وشهد لها الله سبحانه وتعالى. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخير كله جمع في هذه الأمة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، أو عفوا قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور هنا هو القرآن، ونحن في شهر القرآن، فما ارتبط شيء بهذا القرآن إلا وأعزه الله عز وجل وأكرمه ورحمه ورفع قدره. قال سبحانه وتعالى يعني في شأن الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس لما ارتبطتم دعوتم لهذا القرآن العظيم، لما دعوتم بمنهج هذا القرآن العظيم. فقلت كل من ارتبط بهذا القرآن رفعه الله ورحمه الله وجعله الله عز وجل قامة. يعني اتصل جبريل بالقرآن فكان خير الملائكة، اتصل محمد بالقرآن فكان أفضل البشر، اتصلت هذه الأمة بالقرآن فكانت خير الأمم. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وأن رمضان قد ارتبط بالقرآن ارتباطا عظيما، وأنزل الله هذا الكتاب في هذا الشهر العظيم، فشرف الله هذا الشهر الكريم ورفع قدره وأعطاه رحمة لهذه الأمة. فهذه الرحمة تجليات ديالها كثيرة. أليس من رحمة الله عز وجل؟ هذه ماشي رحمة خويا، أن الإنسان يعيش 60 عاما أو 70 عاما، ومن من يعيش أقل يعيش 20 أو 30، ثم يموت مسلما فيخلد في الجنة، فيخلد في الجنة، يعيش في الجنة خالدا فيها السنين لا متناهية. أليست هذه من رحمة الله عز وجل؟ أليست هذه أفضل الرحمات؟ أليست نحن في شهر رمضان كان قبل أيام الناس يشكون الجفاف ويشكون الحر ويشكون كذا وكذا وكذا، ها نحن اليوم في الخيرات. ها الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. من بعد ما قنط الناس، من بعد ما سلموا أمرهم بأنهم صافي هلكوا، الله أنزل هذا الغيث، لعلها دعوة صالح،
لعلها دعوة رجل صالح والصالحون في الأمة كثر. ها قبل رمضان احنا ما كان لا اشترى حاجة، ها نحن الآن نعيش الرغد، ها الناس كلهم قلوب ديالهم تفتحت، ها الناس كلهم يعني استبشروا خيرا بهذه الكرامات وهذه البركات، ونحن الحمد لله في شهر العشق من النار. فقلت عند تجليات كثيرة والرحمة ديال الله كثيرة، حتى كان أحد السلف اللي هو إبراهيم بن أدهم كان مع أصحابه يعني يسبح في نهر الفرات، ويأخذ الخبز، يأخذ الخبز اليابس ويضعه في الماء ويأكله، ماذا يقول؟ ويقول يا إخوان إننا في عيش ورغد، لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليه بالسيوف. هذه ماشي رحمة ديال الله تعالى، ماشي هي هذه من أكبر يعني التجليات ديال الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. فالإنسان المؤمن رحمات حتى يكون في يعني في مستوى الحدث. واحد الرسالة أخيرة خاصة، احنا مقبلين العشر الأيام الأخيرة إن شاء الله من شهر رمضان. الرسالة الأخيرة أخي حسان هو الإقبال على الله عز وجل بصدق، والإقبال على الله عز وجل يعني بقلب سليم منيب. والله عز وجل قال: فقلت استغفروا ربكم. هذه هي التوبة، هذه الإنابة، هذه الرجوع إلى الله، كثرة الاستغفار خصوصا احنا في الأيام الأخيرة في الرمق الأخير من رمضان. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالإنسان فليوقر جناب الله عز وجل ويوقر شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا الخير سبحانه وتعالى. شكرا منه سبحانه. إلى غدا إن شاء الله حلقة جديدة. بارك الله فيكم.